ما يحدث داخل النادي الإسماعيلي ورأيه فيما يحدث داخل النادي الإسماعيلي ورأيه في مباراة النهاردة. لكن الأسبوع ده برضو من ضمن الأحداث اللي حصلت إن أنا الحقيقة اتشرفت إن أنا كنت بقدم مؤتمر مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي درجتك صحتك، وهي مبادرة يعني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي. قصة بكل بساطة إن تم طرح دراجات بأسعار رمزية جدا بالشراكة مع شركة طلبات مصر ووزارة الشباب والرياضة عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، بأن أنت بتقدم على الدراجة تقدر أن أنت بتبعت لك لغاية بيتك، وفي نفس الوقت بيتوفر لك فرصة عمل للعمل في شركة طلبات على المستوى على طبعا ديبارتمنتس أو 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 أماكن مختلفة جوه الشركة. فهي مبادرة عظيمة جدا. طبعا في حلم كبير للدولة المصرية أن كل مواطن يكون عنده القدرة أن هو يمارس الرياضة حتى بأبسط الظروف. والحاجة الثانية هو توفير فرص عمل. فتعالوا نشوف مؤتمر مبادرة وطرح المرحلة الثالثة لمبادرة درجتك صحتك. وبعد الفاصل هيكون معايا الكابتن الكبير كابتن النادي الإسماعيلي السابق الكابتن محسن عبد المسيح. تحت عنوان مبادرة درجتك صحتك، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال لإعلان أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة. احنا بندعو من خلال تاني من خلالكم كل الشباب المصري، ابدأ ادخل على بوابة وزارة الشباب والرياضة درجتك صحتك. في نظام أكواد هتبدأ تخش عليها، منها هيكون في مساعدة مع فوري عشان تسجل وتدفع، عشان طبعا الاقبال هيكون كتير فلازم تسجل وتدفع جزء من اللي موجود. الحاجه الثانيه ان في توصيل لغايه المحافظات، كان الجزء الاولاني اللي بيحصل كان يعني المحافظات بتيجي او شبابنا بيجي، احنا بنودي لغايه مديريه الشباب والرياضه بكل محافظه ويبدا التسليم من هناك. Talabat will support by giving the youth the opportunity to be employed as freelancers with us, to be able to work on bicycles, to do the delivery with us. Not only do we promote people to work in a healthier way with Talabat, we also promote for people to get an extra job, to make more money, whether on the side as part-timer or as a full-timer. النهارده يسعدنا شركه طلبات مصر ان احنا نتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، ولينا الشرف ان احنا ندعم المرحله الثالثه من مبادره درجتك صحتك، ونضيف عليها بعد جديد وهو درجتك دخلك، واللي بيهدف لمساعده الشباب الحاصلين على الدراجه من خلال الوزاره في المرحله دي في المناطق المستهدفه طبعا في القاهره والجيزه بشكل مبدئي، ان هو يجي ويشتغل في طلبات بنظام العمل الحر الفريلانس، ان هو يشتغل معانا في الدليفري، هنعلمهم المهارات المناسبه سواء التعامل مع التطبيق، الدفع الالكتروني، خدمه العملاء، ما الى ذلك. وباذن الله نستهدف ان في المراحل الجايه نستهدف اعداد اكبر في مناطق اوسع بعد نجاح المرحله الاولى ان شاء الله. حلم كلنا بنحلم بيه ان كل مواطن مصري يكون بيمارس الرياضه اليوميه. حلم للمصريين كلهم ان هم يقدروا ان هم يزودوا دخلهم وان هم يلاقوا فرص عمل. عشان كده المبادره بتاعت درجتك صحتك وزود دخلك انا بشوف ان هي مبادره عظيمه. كانت وزاره الشباب والرياضه اطلقت مرحلتين من مبادره درجتك صحتك ولاقت اقبال كبير بين الشباب في ضوء توجيهات القياده السياسيه بتوسيع قاعده الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع. احمد حسن، اوضه اللبس.